النيابات يا دكتور النيابات. بعد بكره يا دكتور، بعد بكره عادي النيابات. اولا تعليم المواطنين في الجامعه اقل من حاجه، يعني في الفتره اللي فاتت فيها مشكله كبيره جدا. اغلب الكليات المحركه اللي كانت هندسه كانت طالبه 23 متعين فيها 26، الحقوق كانت معايا كل سنه 10 متعين فيها السنه دي 2. في مشكله في تقدير الدرجات المشتركه، كان زمان الجامعه بتعين على موازنتها دون درجات مشتركه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده الميزانيه بتيجي على اساس ان هي بتكفي كل الموظفين، كان مسموح لي ان احنا بنعين وبنعمل الميزانيه، لما بتخلص الميزانيه بندبر من موارد الميزانيه، ولذلك كان مش مكانش النهارده اتمنع الموضوع ده، علشان تعين لازم يكون عندك درجه وظيفيه. انا النهارده عندي مشكله حقيقيه في عدد الدرجات الوظيفيه الموجوده في الجامعه. ده حصل حتى في المعيدين اللي قبل كده، ولذلك قرارات المعيدين اللي قبل كده، الدفعات اللي قبل كده اظن 2010 2011 اللي هم كانوا في بعض القليل في الماجستير او 2009 2010، يعني قعدوا متاخرين وقراراتهم صدرت يمكن 30/6 اللي فات على ما دبرنا لهم بعض الوظائف. التكبير ده بالنسبه لكليه الطب بالذات جه من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، وبعد كده انا جمعت من كليات تانية درجات وجبتها. عندي مشكله في كل الجامعه، لازم الناس تتفهم. عندي مشكله بالنسبه للمدرسين، زمايلكم النهارده في القصر العيني المدرسين مساعدين واخدين الدكتوراه ومش لاقي لهم درجه عينهم عليها. ده المشكله، احنا بنحل المشكله. نوع من حل المشكله ان انا بطلب الدرجات اللي موجوده، بطلب الدرجات. النهارده في مشكله في تعيين الاطباء، نتيجة المشكلة عدم وجود درجات هنعمل تعيين الأطباء المقيمين بإقرار إن أنا النهاردة هاخد طبيب مقيم، إنما مش شرط إن أنا آخد معين. طب يا دكتور ما زال ما زال ما زال ما زال ما نقعد نقول إن أنا بقى 1200 جنيه والعمليه داخل بيجي. خلى بقى الناس كلها تروح تتكوم على تروح تعمل زحمه على الأكاديمي. ليه؟ لأن الأكاديمي بتعين معيد من الأول خالص. هو النهارده اللي كان بيروح يتعين طبيب مقيم وعايز يروح يبقى بعد كده بياخد الماجستير بتاعه بيتعين مدرس مساعد، النهارده بيقول انا اقرار ان انا مش ان انا يمكن بعد ما اتعينش. محدش عارف بكره في ايه، ممكن الامور تتفك والامور تبقى كويسه. احنا دلوقتي بنراجع الناس اللي سافرت، المدرسين المساعدين اللي بيسافروا من كليه الطب وقاعدين 10 سنين بره وخدوا الدكتوراه ومش قادرين يرجعوا، بنراجع كل الملفات ديت علشان ننهي خدمتهم، علشان نجيب درجات، علشان نسكن عليها الناس. كل الاجراءات اللي احنا بنعملها ده لصالح الناس، الناس مش شايفه منها الا الازمه بتاعتها. كل واحد انا مقدر ان انت النهارده خريج وعندك مشكله، وعايز تتعين، وشايف ان انت تعيينك اتاخر عن زملائك اللي هم كانوا قبل كده بسنتين او بثلاثه او اربعه. كل ده احنا انت جاي بتقول لي النهارده ان الجامعه عملت اللي عليها. الجامعه بعتت للجهاز التنظيم والاداره، بتقول له جهاز تنظيم والاداره اقل درجات وظيفيه. انا النهارده الكلام اللي سعادتك بتقوله ده حتى لو كان تم السنه اللي فاتت غير ممكن تمامه السنه دي بعد قانون الخدمه المدنيه الجديد. ما عادش يدفع النهارده ان انا اعين على موازنتي او على موازنتي واحد بدون درجه وظيفيه. كان بيحصل زي ما بقول لك، احنا رئيس الجامعه بالنسبه لموازنه الجامعه لو وصلت الوزير، يعني ايه لو وصلت الوزير؟ يعني هي كومه كده بنقعد ناخد منها لغايه ما تخلص.